السلام عليكم. نشرت مديرية الصحة والسكان في ولاية البوليدة بيان هام وعاجل بخصوص مرض فتاك يصيب الكثير من المواطنين، حتى إن البعض منهم توفي للأسف. تابع الفيديو للأخير. تطرقت مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في ولاية البوليدة مؤخرا في بيان لها لمرض غريب تسبب في وفاة بعض المواطنين بمستشفيات الولاية، أين أصيب أغلبهم بأعراض متشابهة منها الإسهال والحمى والغثيان والنزيف. وأكدت أن حالات الوفاة لم تكن نتيجة ظهور فيروس فتاك كما هو متداول، كما أن سبب وفاتهم راجع إلى ارتفاع القياس لدرجة الحرارة بولاية الوسط، والله أعلم.